كان هنالك امرأة سيئة الطبع تائمة الخصام مع زوجها، وفي أحد الأيام قررت أن تتخلص منه، فالتجأت لأمها لتجد لها حيلة كي لا يتفطن لها أحد، فأعطتها سم يقتله بعد شهر، وطلبت منها أن تعامله جيدا لتبعد عنها الشبهات. فوضعت الزوجة لزوجها السم في كأس الشاي وأصبحت تعامله بكل لطف. مع مرور الوقت أصبح بدوره لطيف معه، وقبل أن ينتهي الشهر بيوم اتجهت إلى أمها وهي تبكي نادمة. أمي لا أريدها أن يموت، هل لديك مضاد للسم؟ فضحكت الأم وقالت: لا تخافي، لم يكن سم، ولكنني أردت أن أثبت لك أن حسن طباعك سيجعل من زوجك شخصا أفضل، فالأخلاق هي الداء وهي الدواء.